أنا لا أثق بمن يمزج الدين بالسياسة، لأن لكل مجاله. الدين واضح وصريح، الدين علاقة بين الفرد وربه، الدين أخلاق، الدين سلوك فردي أخلاقي. أما أن تأتي بالدين وتنزله من عليائه ليمتزج بالسياسة اللي هي فن الواقع، فن إدارة الأمور، السياسة متغيرة، الدين غير متغير. الدين مبادئ عامة وثابتة، السياسة تتغير كل يوم، حليف اليوم قد يكون عدو الغد، قد إلى آخره. السياسة مسألة مصالح، فعندما يأتي أحدهم ويمزج الدين بالسياسة فأنا أفسدت الدين وأضعت السياسة، لا كسبت ما يمكن أن تعطيني إياه السياسة، ولا كسبت أيضا ما يمنحني إياه الدين من حياة روحانية وراحة نفسية وعلاقة بيني وبين ربي.